فعهد عهدك واجمع شملك واكتب وصيتك. هيدي الجملة صارت يبدو تنطبق حاليا على علي خامنئي شخصيا، فكل التقارير الإعلامية العالمية، بما أنكم بعرفكم ما بتحبوا تقروا، صارت عم تتوعد طهران بتغيير كبير قد يؤدي إلى نهاية إن شاء الله يا رب جماعات الولي الفقيه الإرهابية ببلادنا، من حزب الله للحشد الشعبي للحوثي لزينبيون وفاطميون. لا بل بتقول أنه خامنئي شخصيا يلي بحب يوصف حاله أنه هو قائد الجبهة الحسينية ضدنا نحن اليزيديين يلي قتلنا، واللي ارتكب الجرائم واحتل بالوكالة 5 من دولنا العربية، الأحواز، لبنان، سوريا، العراق واليمن، صار اليوم عم يترأس شخصيا بنك أهداف إسرائيل. يعني بالعربي البسيط، رأس خامنئي صار بالمعادلة. هلأ صحيح خامنئي وإيران بشكل عام تخلوا عن الصبر الاستراتيجي واللي بسموه جماعة الممانعة بجريدة الأخبار المرونة البطولية، بتعرفوا لأنه كل برامج جامعة المحور دايما برعاية جريندايزر. وكمان صحيح أنه انتقل خامنئي لمرحلة بيقول فيها خطبة الجمعة وحاطت حده بندقية، إنما هالصورة تحديدا أو تلقائيا بتأدي انه نحن نفهم انه موازين الردع غيبة تماما وبلشنا نشتم ريحة تفاوض تحت النار. طب بلا شغل لي مخك انت وياه وفكر لي، اذا كليم المهدي القائد المفدى صار راسه بالمعادلة، مين حيدفع الثمن؟ بمين حيضحوا؟ مش كل واحد مش عم يوعى منكم على حاله ويفهم انه الخامنئي الفارسي بهمه حماية نظامه وبرنامجه النووي، وانت مجرد شيعي عربي يكره هو وحطب لحربه هو، ومنك البطل المغوار اللي هو فهمك ياه. فيقوا من افيون ما رباكن عليه هذا الشخص وهذا النظام من كره للبنانيتكن، وكأنه انتصاركم علينا كلبنانيين هو اللي بقويكن. افتحوا عيونكم بقى وشوفوا مين زدكم بلا خطط حماية ومين مش فرقانة معه إلا مصير بلده، ومين احتضنكم ارتكبتوا المجازر بحقنا وبحق السوريين، وأمثالكم الحشد الشعبي بالعراق نكل بأهله، والحوثي نكل واستبد بأهله. شو عملتوا بالمحصلة؟ مش تحولتوا لوحوش بتشبهوا نفس الوحش اللي عم تتبارزوا معه اليوم؟ ونحن بين هالوحشين، مين ما خسر فيكن ربحانين ومين ما ربح فيكن خسرانين. ففيقوا وتذكروا انه بنيسان لما اتحفنا الخامنئي بمسرحية ضرب اسرائيل، بوقتها قال انه ايران استخدمت حقها المستمد من القانون الدولي وانها لا تسعى للدخول في حرب مع اسرائيل. اسمعوا هالجملة منيح من شخصية تاريخية دمها برقبتكن، ما حدا اكبر من بلده.